بسم الله الرحمن الرحيم رحب فيكم في برنامج ومنكم نستفيد راح نتكلم اليوم عن الأمراض النفسية وشنو أنواعها وشلون نقدر نتعرف على بعض الملامح فيها من الضروري الإنسان طبعا يتعرف على الأمراض النفسية ويتعرف على أعراض بعض هذه الأمراض عشان إذا الشخص لقى في نفسه أنه في من هذه الأعراض أو لقى في ناس أقارب له أو ناس مقربين له فيهم هذه الأعراض أساس أنه يقدر ينصح الشخص أنه يراجع المختصين ويتعالج من هذه الأمراض لأن بعض بعض العلامات للامراض النفسيه ممكن تبدا بسيطه لو اهملناها تتفاقم وتوصل الى اعمق او اكبر من الظهر امامنا. المشاكل النفسيه انا احب اسميها مشاكل نفسيه ثلاث انواع. عندنا اول شيء الذهان واضطرابات القلق واضطرابات الشخصيه. الذهان هو الاضطراب اللي يحتاج الشديد هو اشد انواع الاضطرابات النفسيه او الامراض النفسيه. هو اللي يحتاج دخول المستشفى في الغالب والعلاج يكون دوائي في هلاوس الذهان يتفرع منه طبعا الفصام مرض الفصام سكيزوفرينيا في اعراض الهلاوس الاوهام الضلالات باللغه العربيه الشكوك والاندفاعيه بالسلوك والتهيؤات الشغلات هذه راح اشرحهم الحين واحده واحده عند الهلاوس تشتغل الهلاوس هي عباره عن عمل الحواس الخمس من غير وجود سبب حقيقي على سبيل المثال شخص يشوف أشياء الأشياء هذه مو موجودة أو يشوف أشخاص والأشخاص هذول مو موجودين ممكن يشوفهم يما قاعدين أو قاعدين يسولف يسولف معاهم ممكن يتكلم معاهم تشتغل قاعد تشتغل هنا حاسة النظر حاسة السمع ممكن يكون يسمع أصوات الأصوات هذه قد تنتقده تمدحه تطنز عليه تعطيه اوامر لذلك فيها خطوره الاصوات هذه لان بعض الاوامر ممكن توصل الى اوامر في إيذاء الطرف الاخر او ايذاء النفس او التهديد لدرجه انه يؤذي نفسه عشان يتخلص من هذا التهديد فهني شغلنا تشتغل عند المريض حاسه السمع نية عند حاسه اللمس في الجلد كذلك المريض في الذهان المصاب في الذهان قد يتعرض الى بعض الاحاسيس ان احد يمسك ايده او يلمسه. هذه الاحاسيس هذه هذه حاسه اللمس قاعد تشتغل من غير وجود سبب حقيقي، يعني من غير وجود مصدر خارجي. قلنا البصر يشوف شخص مو موجود، يسمع صوت مو شخص يسمع صوت شخص مو موجود او صوت احد مو حقيقي، كذلك اللمس ممكن يحس في احد يلمسه بينما هذا اللمس مو حقيقي. نيجي حق حاسه الشم كذلك يشم روائح غير موجوده او يتذوق اطعمه بعض بعض الاطعمه في فمه يحس فيها من غير ما تكون هذه الاطعمه حقيقيه او موجوده. شنو خطوره هذا المرض؟ لو سكتنا لو سكت المريض على هذا المرض او الناس المقربين للمريض لو سكتوا على هذا المرض المريض في هذه الحاله يكون خطر على نفسه او على الاخرين، فالحل الاساسي والوحيد للتعامل مع الذهان هو على طول لازم ناخذ المريض ونوديه الى المستشفى المتخصص، طبعا في الكويت عندنا مركز الكويت للصحه النفسيه. هو المركز الحكومي تبع وزارة الصحة يتعامل مع هذه الاضطرابات الذهانية ومع جميع أنواع الاضطرابات النفسية يتعامل مع هذه الاضطرابات الذهانية باحترافية وراح نلاقي راح تلاقون عندهم إن شاء الله بإذن الله الحل العلاج في هذه الحالات الذهانية في الدرجة الأولى علاج دوائي كذلك الشكوك على طول دائما الشخص المصاب بالذهان يكون عنده شك ممكن ما يكون عنده هلاوس حسية لكن عنده شك في الآخرين فتلاقي دائما يفسر تصرفات الاخرين بطريقه خاطئه، ان الناس هذول ما قاعدين يحترموني، قعده هذا الشخص مو محترمه معناتها قاعد يقلل من قيمتي، هذا الشخص قاعد يسوي هذه الشغلات علشان يبي يضرني. هذه الشكوك. الاوهام الاوهام هو ان يعتقد الشخص المريض في الذهان انه هو انسان عظيم. في وايد يردد جنون العظمه جنون العظمه. اوكي هو مو مسمى علمي جنون العظمه لكن هذا اللي هو يسمى وهم العظمه ومسمى الحقيقي هو وهم العظمه وهم العظمه ان الانسان يعتقد قد يظن انه هو انسان قيادي عظيم ما في مثيل له وفي الحالات الشديده يوصل الى مرحله يعتقد انه هو نبي مرسل من السماء فيدعي النبوه وفي الحاله هذه هو ليس انسان سيء وليس انسان غير متربي وليس انسان غير محترم محترم الدين الاسلامي، لكن لا هو انسان مريض في الذهان فقط، يعتقد تجي له اصوات او تجي له اوهام او تنزرع في مخه افكار انه هو انسان نبي مرسل من السماء وانه في الحالات الشديده يوصل مرحله من من الحالات هذه في وايد من الحالات هذه يعتقد ان الله سبحانه وتعالى قاعد يخاطبه عن طريق بث بعض الافكار عنده وبالتالي هو يروح ينشر هذه هذا الكلام فيجي عند الناس يقول لهم ان انا نبي انا فلان الفلاني انا النبي الفلاني الله في امس بالليل نزل بعث لي الوحي والوحي هذا خاطبني وقال لي إن انت النبي فيعني هذه الاشياء طبعا احنا كشعب او كناس مسلمين ندري ان ندري ان هذا كلام غير صحيح فلازم يتم اخذ هذا الانسان وارساله الى المستشفى هذه الاعراض خاصه ادعاء النبوه تظهر عند الدين الاسلامي في ان المهدي منتظر تظهر عند الدين المسيحي في سيدنا عيسى عليه السلام وتظهر في الدين اليهودي في أنه سيدنا موسى عليه السلام ففي جميع الأديان وجميع الثقافات يظهر شخص يدعي أنه هو هذا الشخص المرسل لهذه الديانة فمو شرط بس أنه بالكويت يصير هذا أو بالمجتمع الإسلامي لا لا يصير في كل المجتمعات الأخرى في الحالة هذا المريض لازم يؤخذ إلى المستشفى ويحجز داخل الجناح يتم إعطاء بعض العقاقير المتخصصين فيها الأطباء النفسيين يعطى هذه العقاقير الهلاوس والاوهام هذه تخف عليه شويه ولما تخف هذه الاوهام ممكن يكون يعني يسلم الى اسرته مع توصيات المستشفى في الالتزام في العلاج الدوائي لانه لو ما التزم في العلاج الدوائي يمكن هو في في خلل يصير عند المرضى النفسيين للاسف انه هو لما ياخذ الدواء يتحسن يحس انه صار زين فلما يحس انه صار زين هو يعتقد انه طاب من غير الدواء خلاص ما يحتاج ياخذ الدواء فيوقف تناول الدواء ويرجع ينتكس من غير ما يحس بشكل تدريجي شوي شوي يبدا ينتكس. ما في مريض في الذهان يقول ان انا مريض، دائما تلاقي المريض في الذهان يرفض العلاج في البدايات. لكن مع التحسن ومع الجلسات النفسيه ومع العلاج الدوائي راح نلاقي النتائج فعاله على المريض وراح نلاقي المريض راح يتجاوب يكتشف في نفسه انه هو بدا يتحسن مع استمرار المتابعه المستمره من الاهل ووصلونا للمستشفى ويردونا ويحضر الجلسات النفسية ضروري يحضر الجلسات النفسية مو أثناء المرض لما يكون نشط لما يكون المرض لا تحت تأثير العلاج الدوائي ومتحسن هني يصير في قابلية لإجراء الجلسات النفسية من يعني من خلال المعالج النفسي أو الأخصائي النفسي هذا بالنسبة لمرض الذهان في الحلقة القادمة إن شاء الله راح نتكلم عن اضطرابات القلق واضطرابات الشخصية فاتمنى ان شاء الله إن قدمت لكم شيء مفيد من ناحيه الامراض النفسيه وبعض اعراض هذه الامراض النفسيه بس ملاحظه صغيره اعزائي المشاهدين ان الفرق بين المريض النفسي والانسان السوي هو كميه الاعراض وليس نوعيه الاعراض يمكن بعض الاعراض انا اذكرها الناس تشوف إن هي فيها هذه الاعراض وهذا دائما انا اواجهه مع الناس يقول انا اشوف احس نفسي كذي انا احس بعض الاحيان هذا الأحيان. صحيح ممكن تحس هذه بهذه الاشياء لكن كميتها بالقدر المعقول عند كل البشر نشوفكم ان شاء الله في الحلقه القادمه